نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا بحمد الله وفضله في مفتتح سورة الرحمن، وسبق بيان على قدر الطاقة والاستطاعة فيما يتعلق بهذا الاسم العالمي لهذه السورة الرحمن، وفيما له من دلالات على الاسم الجامع العظيم الذي هو اسم من أسماء الله الحسنى الرحمن. والكلام اليوم بحول الله نتمه عما بدأناه من هذه النعمة التي هي تعليم القرآن، تعليم القرآن العظيم الكريم المجيد الرحمن، علم القرآن. فهذا المبتدأ والخبر الرحمن علم القرآن الوالد هاهنا، الذي يثبت ثباتا دائما مستمرا ثابتا لا يتغير على طريقة الأداء المعروف بالنسبة للجملة الاسمية. هذا الأداء الثابت يفيد أن نعمة الله جل وعلا دائمة ثابتة بتعليم بني آدم هذا القرآن، وأن ذلك من رحمته الكبرى التي تستدر من اسمه الرحمن، أي الرحمة التي تعم كل الناس إلا من أبى، إلا من أبى. وهذا القرآن الذي يمتن الله به، ذكرنا أنه أعظم نعمة على الإطلاق أنعم بها على بني آدم، من بعد أن بينا محطات النعم الثلاث: نعمة الخلق، ونعمة الرزق، ونعمة الهداية. وأن نعمة الهداية قد اجتمعت جميعا في هذا القرآن، ذلك أن كل الوحي الذي نزل على الأنبياء والرسل قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كما بينا ذلك الحصة السابقة بالحديث الصحيح، كل ذلك جمع في هذا القرآن العظيم. ولذلك فإن هذا القرآن الذي هو معجزة سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، هو مفتاح الخروج من الهم والغم والحزن ومن الضيق والحرج لكل الناس، فرادى وجماعات ومؤسسات ودول وحضارات وأهل مجرى. لو أخذ الناس به فعلا، ولو أخذوه بحقه، لكان للقرآن معهم شأن آخر. وأي فرد في أي مشكلة نزلت به، كيفما كانت وأنا كانت ومتى، لو يلتجئ إلى الله جل وعلا من باب هذا القرآن وعبر هذا القرآن لوجد له حلها وفرجها، ولوجد أن الله جل وعلا قد آتاه من النور الذي أنزله على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، نور الإعجاز، ما يعجب له العبد إذ يتلو هذا القرآن أو يشتغل بهذا القرآن. والآيات التي تتلى في حق القرآن الكريم مما يعلمه كثير من الناس، مع الأسف الشديد نأخذ ذلك على أنه ضرب من المثل لا أقل ولا أكثر، من مثل قوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ونظن أن المثل هنا ضرب من التخييل، أبدا، أمثال الله حق، أمثال الله حق لا باطل. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. فهذا القرآن الذي أقسم الله في سياقه بمواقع النجوم من دقة نظامها وتنظيمها وتوازنها وغير ذلك مما الله به وحده عليم، ليقسم على أو ليقسم على عظمة هذا القرآن وعلى جودة معدنه
ونظامه وجماله ودقة أسراره وما جعل الله فيه من إمكانات وإحاطات بكل الكون، لأنه كما بينا هو دليل العالمين، هو دليل الكون، هو دليل الحياة جميعا. فهذه النعمة الرحمن علم القرآن، هذه النعمة الكبرى التي أنزلها الله على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأتاحها للناس وجعل تعليم البيان للناس. خلق الإنسان علمه البيان، خلق الإنسان علمه البيان، جعل تعليم البيان ليكون الإنسان قديرا على أن يبين بالقرآن، لأنه لك أن تبين عن مقاصدك وعن أشواقك وعن أفراحك وأحزانك وعما تريد، ولكن أعظم بيان إنما هو أن تبين بهذا القرآن. فعلمك القرآن وعلمك البيان الذي به ستشغل مشكاة القرآن، سراج القرآن، مصباح القرآن، لتستنير أنت أولا ثم لتنير حولك، وتكون كذلك الكوكب الدري الذي وصفه الله جل وعلا في سورة النور، في الآيات المشهورات من سورة النور، من قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. هذا قلب العبد المؤمن في علاقته بالقرآن، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد من أهل التفسير من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فلذلك إذن قلب المؤمن حينما يشتعل بما يشتعل، يشتعل بالإيمان، نور على نور، فهما نوران، نور الإيمان ونور القرآن، نور الإيمان ونور القرآن، وذلك الزيت هو الوحي الذي هو القرآن، يكاد زيتها يضيء، يعني يكاد القرآن يضيء في مصحفه قبل أن تتلوه أنت، وقبل أن تعمل به أنت، وقبل أن تشتغل به أنت، حتى إذا اشتغل به قلبك كأنك آنئذ أوقدت الفتيل المزيتة، أوقدته بما توقده بحرارة إيمانك. ولذلك يستضيء صدرك، وصدرك هو المشكات، المشكات هي الطاقة اللي تكون في الحيط، يعني كيكون محفورة ولكن ما كتخرجش، ماشي بحال السرجم، السرجم فيه يعني جوج جهات متقوب من هنا ومن له، حاطين فيها القنديل أو السراج كمشكات فيها، وهذه المشكات هي صدرك وصدر كل مؤمنين، فيها مصباح الذي هو قلبك، فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يعني بحال ديك النجمة الدرية، يعني التي تشبه الدر من حيث ضوءها وبريقها وهجها، لأنها مشتعلة بقوة ما جعل الله فيها من نور أو من ضياء. ولكن الكوكب أو المصباح لا يشتغل بنفسه، الذي هو هذا القلب، لا، يعني النور ينزل عليه، مما ينزل عليه؟ ينزل عليه من الوحي، من القرآن. ولذلك فالذي يمد القلب إنما هو الزيت، الزيت الذي هو مثل هاهنا، ومثل مثل لكلام الله، للوحي، للقرآن. فإذا نزل الزيت على القلب والقلب فيه حرارة الإيمان، فيه حرارة الإيمان، كان الاشتعال، واحد الحاجة سخونة وتكب عليها مادة قابلة للاشتعال كيوقع انفجار. أما إذا نزل الزيت الذي هو القرآن على قلب بارد هامد جامد، يبقى الزيت زيتا،
له بريقه لكن لا يشتعل، ولذلك لا يعطي ثماره. وهذا حال المسلمين في كثير من الأحوال هذا الزمان. القرآن هو القرآن، زيته يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار لا يزال كما كان، ولكن القلوب لا نور فيها، لا إيمان فيها، لا حرارة فيها. هذا المشكل، ولذلك لا يعطي. الالتقاء بين الوحي وبين القلب نتيجة وهي الاشتعال. فإذا أردت إذن أن يكون للقرآن على قلبك أثره، فلا بد أن يكون هذا القلب مهيئا قابلا للاشتعال، حارا فيه حرارة الإيمان، يتلقى كتاب الله جل وعلا كما تلقاه رسوله عليه الصلاة والسلام ومن كان معه من أصحابه ومن تلقاه بعد ذلك من أتباعهم إلى يوم الدين عبر التاريخ إلى يوم الناس هذا. فلذلك يعني البيان الذي أوتيه الإنسان، خلق الإنسان علمه البيان، أن تكون لك قدرة على البيان. وسبق أن أشرنا إشارات في الحصة السابقة إلى أن البيان هو أيضا يعني نعمة عجيبة أعطي هذا الإنسان، لأنه يبين عن خوالجه، له قدرة على الإبانة عن عميق عواطفه ودقيق أحاسيسه ومواجيده. كيف يكون ذلك؟ حينما يتذوق القرآن. إذا تذوق القرآن حق التذوق فاض القلب بالنور، بالبيان الذي هو النور الذي ينير به على من حوله من الناس، فيكون داعية للخير. تماما كذلك المصباح الذي في الزجاجة ينير على من حوله، على ما حواليه، ولا يمكن إلا أن ينير. يعني لما تشعل الدور واحد المصباح، واحد البولة يعني أتشعل، ما تقدرش هذاك المصباح الكهربائي انه يعني يشعل ولكن يمسك ضوءه عما حوله، يشعل وما يوصلش الضوء لما حوله، لا يستطيع، لانه خلق كذلك وصنع كذلك لينير ما حواليه. الى شعل صافي، اما يشعل اما ما يشعلش، الى ما شعلش فهو يعني ظلام في ظلام، والى شعل لا يستطيع ان يمسك نوره، ما يقدرش يحتفظ بالنور ديالو، النور ديالو كيمشي. فكذلك المؤمن إذا اشتعل قلبه بالقرآن فإنه لا يستطيع أن يمسك النور، سينير ويضيء ما حواليه من أسرته، من أبنائه، من أهله، من كل من يخالطه في عمله، في طريقه، في كل مكان. هذا مثل نور الله وقلب العبد المؤمن في قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، فهو سبحانه جل وعلا ينير العالمين، وكل خلق من خلقه يستنير من ربه بالقدر الذي أراد الله له وبالطريقة التي أراد الله له. وخص الإنسان من دون العالمين بالمنى بالوحي، فذكر ما ذكر في المثل الذي ذكر، مثل نوره من الوحي من القرآن كمشكات التي هي صدر العبد المؤمن. ولذلك هذه النعمة العجيبة التي تصلك أيها العبد بالله رب العالمين، يعني أنت عبد ذرة تسكن ذرة التي هي الأرض، تائها في ملايير الكواكب والمجرات والنجوم، لك يعني عندك الإمكان، إذا يعني سخر الله لك ويسر الله لك أن تتصل بربك الكريم سبحانه عبر هذا القرآن. يعني نقطة ذرة يعني لا قيمة لها من حيث يعني من حيث الوجود، من حيث الدقة، أو من حيث العظمة، دقيق جدا وجود الإنسان، صغير جدا، لا شيء إذا قورن بضخامة السماوات والأراضين وسائر الكائنات. ولكن الله أنعم عليه بأن أعطاه هذه الإمكانية للاتصال به سبحانه في أي وقت، في أي وقت تريد. وبهذا صحت الأحاديث الكثيرة المليحة من مثل قوله عليه الصلاة والسلام إن هذا القرآن سبب، أي حبل، وفي رواية حبل طرفه الأعلى بيد الله وطرفه الأدنى بيد من أمسك به أو تمسك به، يعني حبل بينك وبين مولاك الذي خلقك، تستنير به وتعرج عبره إلى الله، تطلع به عند رب العالمين سبحانه وتعالى كلما أمسكت بهذا القرآن العظيم. ولذلك كان هو النعمة الكبرى الرحمن
علم القرآن، ولا يمكن إلا أن يكون الرحمن سبحانه. يعني سبحانه تعالى ذكر من أسمائه الحسنى الرحمن، كان ممكن يقول العزيز الحكيم العليم، وكل ذلك في القرآن. في القرآن عزة فبعزته علم، وفي القرآن حكمة وبحكمته علم، وفي القرآن علم وبعلمه علم، فهو العليم فهو الحكيم، وفي خبرة ومن خبرته علم. ولكن قال الرحمن لأن الرحمة جمعت ذلك جميعا وغطت ذلك جميعا. لما؟ لأن الإنسان لا يستحق، لا يستحق، ولكن تفضل الله عليه برحمته وبمنته وفضله وكرمه وجوده، وتلك هي الرحمة الواسعة. فكان القرآن رحمة، وكان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بذلك رحمة. على سيدنا محمد رحمة لأنه أعطى ربي القرآن للناس، لأنه جاب لنا القرآن، فتلك هي الرحمة التي جعلت في سيدنا سيد الخلق الأجمعين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. واش فعلا القرآن ينزل على الجبل ويتشتت الجبل كما بينه في الحصة السابقة بمعنى التصدع؟ ونزلنا هذا القرآن على جبل لا رأيته خاشعا متصدعا، وبينا أن ذلك إنما يعني أمانة القرآن، تكليف بالأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ظلوما لنفسه لأنه حملها ما لا تطيق، وجهولا بطبيعة الأمانة، ما كان يدري ما طبيعتها وما حجمها وما خطرها. فلما حملها أعين عليها، أعين عليها برحمة الله جل وعلا. هذا القرآن إذن بهذه الأسرار الضخمة التي فيها أو التي منها مفاتيح كل معضلة أي أزمة عند الإنسان المؤمن فردا كان أو جماعة في هذا الزمن وفي غير هذا الزمن، مهما كانت التحديات ولتكن ما كانت، القرآن عنده المفاتيح. ولذلك كان هو المعجزة الكبرى، كان هو المعجزة الكبرى. وما كان لنبي من الأنبياء ولا لرسول من الرسل أن يؤتى أفضل مما أوتيه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إنسان يراجع يعني العبر والمعجزات والعجائب التي أوتيها النبيون، إذا قارن ذلك وكان ذا بصيرة في التدبر والتأمل، قارن ذلك جميعا بما أوتيه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لوجد أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان أعظم إعجازا مما أكرمه الله به. لأن عادة الناس عندنا واحد العقل جزئي، واحد نوع من السذاجة، كنمشيو عادة للمعجزة الحسية هذيك اللي كتبهرنا، بينما المعجزة المعنوية الكبرى التي أوتيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي أعظم معجزة، أعظم معجزة. فكثير من الناس في القصص التاريخي وفي السير جمع سيرة يهتموا بمعجزات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كتفجر الماء من بين أصبعيه وقد تواتر الحديث بذلك، وغير ذلك كثير مما وقع لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام من يوم ولادته إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام والتحق بالرفيق الآن. معجزات شتى من مسائل الحسية المادية، ولكن تأملوا واحد الشيء، ما ذكر ذلك في القرآن إلا على المدور، ما تذكر شيء في القرآن، ولما كتذكر كتذكر يعني شيء حاجة نادرة وبغير تفصيل، مع أن القرآن هو الكتاب الذي فيه التوثيق الكامل لكل شيء في النبوة ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. علاش؟ لأنه بالنسبة لرب العالمين قيمة ذلك لا تقارن بطبيعة هذا القرآن. الإسراء والمعراج الذي ذكر يعني بشكل صريح، أقول بشكل صريح، إنما هو الإسراء في سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى. صحيح أن العروج ذكر أيضا في النجم وما هو، ولكن بالتلميح مش بالتصريح. أما قصة يعني انفجار الماء من بين يديه وسقاية الجيش، آلاف المؤلفة من الجيش بركوة واحدة، يعني واحد سطيلة صغيرة
لا تسع إلا اليد الواحدة وشيء من يد أخرى. وضع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يده، والصحابة كيجيك واحد كيخشي يده كيغرف. قال الصحابي والراوي: فرأيت الماء ينبع من بين أصبعيه صلى الله عليه وسلم. قال: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، جيش كامل شربوا وتوضوا. ولكن لم يرد لذلك أثر في كتاب الله ولا ذكر. ماشي معنى هذا تشكيك في صحة الرواية، الرواية متواترة ماشي غير صحيحة، صحيحة ونص متواترة. ولكن القرآن اشتغل بما هو أعظم، كاين واحد الإعجاز تعطل سيدنا محمد ما يتقارنش بهذاك نهائيا كمقارنة السيف بالعصا. هل شي واحد كيقول لك والله الا السيف كيقطع اكثر من العصا؟ ايوا طبعا السيف كيقطع اكثر من العصا، وانه لظلم للسيف ان يقال السيف امضى من العصا. كتظلم السيف ديك الساعه اللي تقارنوا بشي حاجه مش هذيك المقارنه. تقول ودي السيف كيقطع اكثر من الخنجر، متفقين، ولكن السيف كيقطع من العصا. فالقران كلام رب العالمين، شيء غريب وعجيب. والا راه تقع مشكله إذا شدينا بهذوك المعجزات التاريخية لسيدنا محمد، ستجد مشكلة، وهي: ما الإعجاز آنئذ؟ عصا موسى أن تفجر الماء من بين أصبعيه، أما صنعه موسى من شق البحر إذ تركه رهوا. وقصص غريبة وعجيبة وقعت لموسى مع بني إسرائيل، وكيف أنها لما ألقاها فإذا هي تلقف ما يافكون. والغرائب العجائب وإحياء الموتى بالنسبة لسيدنا عيسى، وإلقاء إبراهيم في النار فإذا به يخرج يرعد من البرد، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وغير هذا وذاك من العجائب والغرائب. لا، تلك معجزات حسية أعطيت للأنبياء، وأعطي لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن. وسنقارن بحول الله جل وعلا بين هذه النعمة القرآن وبين أبرز معجزة مرت في تاريخ الأنبياء، وهي عصا موسى. هذه المعجزة البارزة رقم واحد عند الأنبياء جميعا، لأنه عصا واحدة كدير كل شيء، تصنع كل شيء. ضرب الحجر بها فانفجر الحجر عيونا، ضرب بها البحر فكان كل فرق كالطود العظيم في الفلق. يعني جعل بها عجائب وغرائب، عجائب وغرائب صنع بهذه العصر. وذكر دونها معجزات شتى. لما وقف موسى عليه السلام مع سحرة فرعون يوم الزينة في المعرض العام، وقد حشر الناس ويحشر الناس وضحى، وقد حشر الناس وضحى، كل شيء البشر مجموع مساحة كبيرة، فرعون وملؤه وزراؤه كل يعني من معه من جيوشه وكبار قومه والناس اجمعون، وموسى وحده مع أخيه هارون لا يملك شيئا، والسحرة يحضرون أنفسهم وسحرهم. قالوا: يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال: بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. إلى هنا يعني هذا حدث، موسى يعني انتظر أن يلقي السحرة باش يشوف السحرة شنو عندهم جهدهم شنو، فألقوا الحبال والعصي الشرايط كذا إلى آخره، فتحولت بسحرهم إلى أفاعي بالتخيل السحر، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فسحروا أعين الناس واسترهبوهم في السياق الآخر، استرهبوهم تخلعوا تفزعوا، فكانت عندهم قابلية للتخيل لما أراد السحرة، فوقع ما وقع وتخلع سيدنا موسى هو نفسه، فأوجس في نفسه خيفة موسى. فتدخل الله جل وعلا من فوق 7 سماوات، قلنا: لا تخف إنك أنت الأعلى، أنت الأعلى، إذا قورنت بهم جميعا أنت الأعلى، لأنك تملك سلطان الله جل وعلا في الأرض،
وما أودع من سر في تلك العصا وألقي ما في يمينك التي هي العصا وأنا ألقي عصاك في السياق الآخر وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. جواب الأمر كيتسمى في العربية هذا وألقي ما في يمينك تلقف أو تلقف في الرواية أخرى يعني أنك إذ تستجيب للأمر سترى النتيجة حتمية حتمية وألقي هالأمر الجواب ديالو تلقف يعني 100% فالله جل وعلا ضمن له ذلك ضمانا وستراه عيانا لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسير المعركة هو الذي يقود المعركة لما؟ لأن موسى أنا إذن إنما هو جندي لله يحمل بيده سلاح الله العصا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سيد الخلق الأولين والآخرين هو سيد الأنبياء أنا سيد ولد آدم وهو عليه الصلاة والسلام سيد الأنبياء جميعا وهذا بالنصوص وهو متواتر ولذلك كان سيدهم أيضا فيما أوتيه وإنما معجزة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هذا القرآن فكلمة الله كلمة الله التي ألقاها إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إنما هي هذا القرآن وفي القرآن من الخصائص ما في العصا وزيادة داكشي كل اللي في العصا كاين في القرآن وزيادة وفي القرآن من الخصائص ما في صحف إبراهيم وزيادة وفي القرآن من الخصائص ما في الزبور وما في التوراة وما في الإنجيل وما في كل المعجزات مما علمنا ومما لم نعلم وزيادة وقد سبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا السياق أعطيت مكان التوراة السبع الطوال إلى قوله وفضلت بالمفصل والقرآن صريح في الحديث عن القرآن لو نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ماشي غير بحرين هو غيمة لجبل لانهار هذا الجبل إذن كيف اشتغل القرآن عند قوم ولم يشتغل عندنا هذا المشكلة عند الصحابة القرآن خدم وخدم بشكل عجيب وأعطى ثماره الغريبة على عالم الروح وعلى عالم المادة أثر في الأرواح وأثر في الأشباح وبأي جزء من القرآن وبأي صورة من القرآن السر في ذلك ما ذكرنا في آية النور من سورة النور أن القلوب التي اشتغلت بالقرآن كانت قلوبا ذات حرارة إيمانية تلقت القرآن اشتعل أو اشتعلت القلوب اشتعلت هذا الاشتعال في القلب ولو اشتعل قلبك بكتاب الله لرأيت عجبا ولكنت ذا بصيرة أخرى أول شيء تعامل من خلاله الصحابة مع القرآن الكريم هي طريقة تلقي القرآن طريقة أخذ القرآن عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام وفي هذه الطريقة التي هي منهج تعلم القرآن من الله الذي علم القرآن الرحمن علم القرآن في ذلك ما فيه من السر إذا أخذ بحقه أعطى نتيجته وهو الذي سبق أن وصفناه بما وصفه الله وهو التلقي يتلون القرآن بمنهج التلقي كانوا يقرأوا القرآن ولكن على أنهم يتلقونه هذه العبارة التي يقولها غير واحد من السلف اقرأ القرآن كأنما عليك أنزل ما معنى كأنما عليك أنزل أي أنك تتلقاه أنت أيضا تعيد إنتاج القرآن الكريم تلاوة الله جل وعلا تكلم به سبحانه وتعالى وأنزله على عبده وأنت تعيد إنتاجه تلاوة لأنه ما سمي القرآن قرآنا إلا لأنه يقرأ إلا لأنه يقرأ ولذلك قلت غير ما مرة حينما تأخذ هذا الورق الذي كتب عليه القرآن فأنت لا تأخذ القرآن بيدك وإنما تأخذ المصحف أو الصحف القرآن يبدأ ببداية التلاوة وقبل ذلك لا قرآن إنما هو مصحف
فوقاش كيبدا القران ما تنطق بلسانك وتقول الحمد لله رب العالمين، هذا القران. اما يعني هذاك اللي مطبوع او منسوخ انما هو مصحف او صحف فيها القران تحتاج الى من يقراه. ان هذا لفي الصحف الاولى، صحف ابراهيم وموسى. ففرق بين هذا وهذاك اللي بعده فيه اي الظرف، فالمصحف ظرف للقران، والقران انما يبدا حينما يبدا القلب يشتغل به واللسان يلهج به. كيبدا القران؟ لان القران كلام، ولا يكون الكلام الا بتكلم متكلم، فالله جل وعلا تكلم به سبحانه فكان ذلك كلامه. القرآن هو كلام الله، وأنت حينما تتكلم به مرة أخرى من بعد الله وبإذنه وبرحمته بما هو الرحمن أعطاك إمكانية باش تتكلم بكلامه، شيء عجيب شيء عجيب. فأنت آنئذ تحيي قلبك وتربط وجدانك بالله. كتاب الله حبل الله ممدود من السماء إلى الأرض، طرفه الأعلى بيد الله لأنه هو الذي تكلم به ابتداء، وطرفه الأدنى بيد من تمسك به أي من تكلم به من الناس تاليا ومتدبرا وعاملا. ولكن قلنا بهذه الطريقة أي أن تتلقاه. وعبارات دقيقة في وصف هذا في كتاب الله، من مثل ذلك أو من ذلك قوله جل وعلا لرسوله عليه الصلاة والسلام إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. سنلقي لأنه ألقي من فوق سبع سماوات، شي حاجة يعني ألقاها الله جل وعلا. والإلقاء فيه قصد، يعني ماشي شي حاجة اللي كترمى في الخلاء، لا، تلقى في من موقع محدد إلى شخص محدد عبر مسافة فيها علو ونزول، فيها ما هو أعلى وفيها ما هو أسفل، فالله جل وعلا أعلى سبحانه وتعالى. ولذلك نقرأ باسم الله، اقرأ باسم ربك الأعلى، يعني نقرأ باسمه سبحانه وتعالى، اقرأ باسم ربك الذي خلق، عفوا اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. لأنك حينما تقرأ ماذا كان يقرأ؟ القرآن، كان يقرأ القرآن. فنقرأ باسم الرب الذي خلقنا سبحانه وتعالى ونتصل به مباشرة، لأنه آنئذ يلقي علينا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وثقله يرجع إلى الأمانة التي تضعضع الجبل منها وتزعزع الصدع. الجبل ما بقاش قد يهز، صدع وتشقق وانهار، ولكن قلب العبد المؤمن يجبره الله، كيقويه الله سبحانه وتعالى بإرادته وبعظمته سبحانه وبسره جل وعلا حينما يتلقى هذا القرآن. ولذلك أمر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أمره بقيام الليل ليتقوى على ثقل القرآن، فقال له يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. كل شيء هذاك الشيء كيقول له علاش؟ لأنه خص عندك يكون قلب عظيم، قلب قوي، له قدرة تحمل الأمانة والصبر عليها. فلذلك وجب أن تربيه تربية متينة، أن يكون من أهل الذكر والشكر والعبادة بليل وبنهار. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. علاش؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هذا راه فيه معنى التعليم. علاش؟ شي كله على ود هادشي. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ويصف له إذن طرائق العمل من ذلك. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، هي اللي غتقويك، ثم لك بعد ذلك ما لك، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك إلى غير ذلك من السياقات التي ستأتي لتقوية العبد. ولكن ابتدأ له بالأقوى، وجزء الليل، جزء الليل أعظم من كل النهار، جزء الليل أعظم من كل النهار. إن ناشئة الليل، ناشئة الليل يعني قيل هي يعني القيام بليل والحركة بليل، وقيل هي طرف الليل، جزء الليل، وكل ذلك صحيح.
أشد وطئا، التأثير ديالها على النفس عظيم، وأقوى قيل أي ما قلت ما قرأت ما دعوت ما ذكرت من ذلك جميعا يرسخ في النفس ويعمر الوجدان، ويكون لك آنئذ شأن آخر مع القرآن ومع الرسالة ومع الإيمان ومع الدين ومع مواجهة الحياة في النهار بعد ذلك. هذا التلقي العجيب لا يكون لدى العبد إلا إذا شعر بأمرين، بس زعما الإنسان يعني يعيش أو بالأحرى يتبع الطريق ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الطريقة ديال التعامل ديالو مع القرآن كما تبعوه الصحابة. تأمل الصحابة في التعامل ديالو مع القرآن، نفس الخطة، خطوة خطوة تبعين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك قصص كثيرة، صحيح البخاري وصحيح مسلم، قد نريد بعدها بعضها فيما سيأتي بحول الله. إلا بغى الإنسان يمشي في هذا الطريق ويقرب من هذا المستوى، يقرب، قاربوا وسددوا ولن تحصوا، فلا بد له من أمرين أو شيئين. الأمر الأول أن يشعر بعظمة هذا القرآن، خصك تحس بأن هذا القرآن، هذا الكلام راه ماشي عادي، راه ماشي عادي، راه شي حاجة فوق العادة، فوق عصا ديال سيدنا موسى، فوق كل المعجزات التي أوتيها الأنبياء السابقون والرسل، شيء آخر، راه يدير العجائب والغرائب، ولكن ما نسأل، نحن لا نشعر بعظمته، لا نعرف قيمته، والدليل على ذلك طريقة تعاملنا معه. ربي ينزلو باش يبني الحضارة، باش يبني الإنسان، كتدخل بنادم في الماكينة مادة خامة وتخرجوا خلقا آخر واحد آخر، جالسين حنا كنقراوه في المقابر ونفعل به الأشياء المؤسفة. فرق كبير بين ما نصنعه نحن بالقرآن وبين ما أنزل من أجله القرآن، ولذلك طبعا ما كيشعلش عندنا، لأننا نضعه في ظرفه في مشكاته، ما دارينوش في المشكات ديالو، نتركه لاقا مرمي مهمل. فإذا نعرف أولا ما القرآن، ما القرآن، ماذا يراد منه، ما هو من حيث ماهيته وطبيعته، بما هو كلام رب العالمين، وماذا يريد به الله جل وعلا، ماذا يريد به الله جل وعلا لنا وللعالمين. المعركة اليوم كما كانت في القديم لم تكن قط ولم تكن معركة سلاح أو رصاص أبدا، الأسلحة وسيلة، السلاح الحقيقي هو الكلام، الكلمة، الكلمة، نعم. ولذلك الآن الذين يعرفون طبيعة الزمان يعرفون أن ما يسمى بالإعلام هو السلاح الأقوى، لا معركة بمعنى المادي اللي هي القتال، لا معركة إلا وهي مؤطرة بالإعلام من سوابقها وقرائنها ولواحقها. الإعلام خدم قبل منها وخدم معها وخدم مرورها، وإلى ما جاش يخسروا، من لم يكن لهم من لم يكن له إعلام قوي متين يخسروا المعركة. والحوار الذي دار بين فرعون في القديم وموسى معركة إعلامية، معركة إعلامية كانت قبل الحرب وعند القتال وبعده، في الأمر الذي كان من صراع بين موسى وسحرته. ولما درس التاريخ سبحان الله عليه، تاريخ التدافع، ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، تاريخ التدافع، الكلمة، الكلمة، كلام ديال بنادم يعني هو أكبر سلاح، أكبر سلاح. ولهذا الله جل وعلا قال علمه البيان، بيان، علمه البيان، وأعطاك واحد البيان ماشي من طبيعة بشرية، ما عند حد، ما عند حد، القرآن كل الناس لهم بيانات، وأنت عندك بيان رب العالمين، لو أنزلته على بيانة الناس أجمعين لا خسيئت وانطفأت، صافي انتهى. هذا العدد الناس يخافوا من القنوات العالمية خيرها وشرها، كاين اللي حرم التلفزيون، كاين اللي هرسوك، هذا غلط وجهل بما عندنا. يا أخي ماذا يصنع الإعلام كله؟ شنو يدير كاع التلفزيون بارابولات القيامة القيمة كي يهضروا كلام، أليس بكلام؟ بلا كلام، حتى الصورة هي ضرب من الكلام، صورة، إنما هي كلمة يعني بلغة هذا القوم الجداد سيميائية، يعني واحد دلالة رمزية تريد أن تقول شيئا.
نزل عليها بالقرآن. ما غاديش يعني بحال واحد السكن السادس يمشي تقرا التلفزيون تقرا على القرآن، ولكن أنت تلقى القرآن واجعله يتنزل في بيتك وأسرتك وسترى عجبا. فإذا هي تلقف ما يفكون، يعني هذيك عصا موسى هذا كلام الله ينزل على كلام البشر فيخسف به البلاصه يخسف، ولم تجد لكل الشر الذي جاء من الفضائيات اثارا في اسرتك، بالعكس بالعكس ستصنع عقليه نقديه في الاطفال وترى عجبا. يعني شيء ما معنى عجبا؟ شيء حاجه العقل ما كيعرفش كي وقعت. علاش؟ لان القران اعجاز، إعجاز، لأنه إذا فهمت بعقلك واحد زائد واحد يساوي جوج إذن ما بقاش معجزة، لا كاين الإعجاز، لأنه شيء غريبة تقع. كيف يعمل القرآن في نفسية الإنسان غير المثقف وفي الطفولة التي لا تعيش شيئا من اللغة والكلام؟ القرآن له تأثير غريب، له وقع عجيب، ولكن على أن يتلقى حينما عرف أنه كلام غير عادي، كلام رب العالمين ينزل على المتكلمين في كل مكان فيحولهم ويهزم الطغاة منهم ويمزقهم ويشتتهم ويحول الناس الذين لهم قابلية للهداية من الظلمات إلى النور، يخرجهم من الظلمات ويجعل منهم ولا كالجبال رضي الله عنه. رجل كان يعبد صنما من الحلوى، شو يعني السذاجة كيف كانت لدى إنسان في الجاهلية، يعني قلدة قداش كان طويل رضي الله عنه، كان قوي جدا، تصف عائشة رضي الله عنها ما توسط قوم إلا كان أطوالهم، وكان إذا ضرب أوجع وإذا نطق أسمع، أو كما قالت أو إذا خطب أسمع. فالقرآن إذن حينما يدرك المؤمن طبيعته أو يقارب ذلك فإنه إذن تكون القابل على التحول كما حول الصحابة أجمعين في الزمن السابق. وضربنا المثال بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف كان في جاهليته بجسمه العظيم يصارع الناس، يدير معهم مصارعة ويصرعهم في الأرض، ويظل اليوم كله يعبد صنما يصنعه بيده من الحلوى حتى إذا أمسى وأصابه الجوع أكله، فيعبد ما يأكل ويأكل ما يعبد. فإذا به بعد سماع القرآن، ماشي شي حاجة أخرى، بعد سماع القرآن، لأن قصة إسلام عمر تعددت رواياتها أشكالا لكنها اتحدت في السبب، ما صح منها وما ضعف اتحدت في السبب وهو سماع جزء من كلام الله. فإذا بالرجل يولد لأول مرة شخصا آخر خلقا آخر، هو الرجل الذي عرف المسلمون في تاريخ الإسلام، والذي كان دعوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حينما كان يدعو اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، فأراد الله أن يكون ذلك العمر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. صار حاجة أخرى، رجل يعني قاد صنع الحضارة، ما بقاش رجل ديال واحد مكان يعني جزئي صغير يصارع الأطفال، صار يقود حضارة في التاريخ ولا يزال له تأثيره إلى اليوم، هو وغيره من الصحابة أبو بكر عثمان علي رضي الله عنهم أجمعين خالد بن الوليد وهلم جرى، لائحة فسيحة واسعة جدا من أصحاب رسول الله ومن تابعين وأتباعهم من أهل الله أهل القرآن كما سماهم الحديث أهل الله، أهل القرآن أهل الله وخاصته. هؤلاء كانوا يتلقون القرآن وكانوا يدركون طبيعة هذا القرآن، ولذلك كان للقرآن معهم شأن وكان لهم مع القرآن شأن، لأنهم اللي كتعرف حاجة غالية كترد لها البال وتولي خايف عليها وتولي مهتم واحد الاهتمام شديد جدا. وفي صحيح البخاري وغيره أن عمر بن الخطاب نيت هذا الرجل نفسه الذي نذكره الآن رضي الله عنه وأرضاه، حينما أمره النبي عليه الصلاة والسلام هو وصاحب له من الأنصار بحراسة المدينة المنورة في أطم من آطامها، مدينة منورة كان عندها حصون مبنية بعيدة على سكنة الناس، يعني واحد صمعات أطم، فكانت مربعة الشكل بحال الشكل ديال الصماعي ديالنا في المغرب، بحال الصماعة ديال المغرب ما كانتش مستديرة كانت مربعة كما يذكر ذلك
الحديث، وكانت في كل جهاتها من الشرقي والغربي والجنوب والشمال موجودة. وأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليها ليرقب أو يراقب بعض الأشياء، وصحابة في أحاديث كثيرة عجيبة فعلا. فكان سيدنا عمر كلفوا النبي صلى الله عليه وسلم باش يمشي يعس تما، إن في الحديث فيه: وكنا نتحدث أن ملك غسان ينعل الخيل لغزوينا. جات خبر بأنه راه الملك ديال الغساسنة كان موالي الفرس جاي باش يهجم على المدينة المنورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ديروا المراقبة للعدو. فكيدير جوج الناس في كل الحصن، واحد من المهاجرين وواحد من الأنصار، يتداولان على حراسة المدينة في الحصن، واحد كيبات 24 ساعة والآخر كيجلس 24 ساعة وكيتداولوا. قال: فجاء صاحبي من الأنصار، سيدنا عمر يقول يحدث، فجاء صاحبي من الأنصار يدق، جاء يدق طق طق، وكان هذا نص عبارة، وكان يأتيني بخبر الوحي وغيره. يعني وسيدنا عمر رضي الله عنه راه جالس بيت الليلة ورفد الهم، عنده ينزل شي حاجة للقرآن من وراه ما يكونش حاضر. وكان يأتيني بخبر الوحي وغيره، هذا جايبه الإمام البخاري في السياق ديال تطليق النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته. المحل تخلع على كاع كيدخل، قال له ماذا هذا؟ قال له: طلق الرسول أزواجه. اللي في قصة ديال سورة الطلاق. فالشاهد عندنا يعني حرص الصحابة، هو راه مكلف مهمة، ولكن مع ذلك قلبه معلق بالقرآن الكريم، لأنه أدرك ما القرآن. ماشي شي حاجة سهلة، يعني ماشي يرى يقول في نفسه: إيوا طيب حتى ما كنتش راه دابا شي واحد يجيب لي هذه الآية ولا يجيب لي هذا الجزء. لا أبدا، يعني كان يحرص أشد الحرص على أن يكون حاضرا ساعة نزول الوحي، وأن يكون على سياق الحدث، والقرآن ينزل غضا طريا. الصحابة القلوب ديالهم تعلقت بهذا القرآن حتى صار القرآن كالدم يجري في مسالكها. فإذا هذا الأول قلنا باش يكون عندنا يعني هذاك القدرة تفاعل مع القرآن الكريم، لابد أن نتدبر القرآن وأن نشتغل بتعرف على القرآن، يعني نتعرفوا عليه ما هو، باش ما نبقاوش يعني عاطينه واحد القيمة التي هي يعني قيمة الكلام البشري والعياذ بالله، هذه راه مصيبة. فلابد أن نعيش معنى كون القرآن من كلام الله سبحانه وتعالى. القرآن كلام الله جل وعلا الذي تكلم به من فوق سبع سماوات وأنزله على عبده محمد عليه الصلاة والسلام تنزيلا. الأمر الثاني، أنا قلنا جزء الأمور اللي يعني يكونوا في المؤمن حتى يحصل على معنى أو على القدرة على تلقي القرآن: شعور بالحاجة إلى القرآن. إذا لم يتقد في قلبك شوق إلى الله وإلى كلامه، فإنك أبدا لن تدرك شيئا من نوره. ولذلك يعني غلط كبير أنه يعني تشد مصحف، وأقول مصحف ماشي قرآن، تبقى شدك تبرك بها وكذا، لن ينفعك في شيء إطلاقا. إن القرآن إنما أنزل ليتلى، ليتلى. القرآن خصو يشعل، وما يشعل تتكون أنت عندك العافية في القلب، يعني لا بد من شوق يحصل، لا بد من حاجة، وإلا فلا تلقي، لا يسمى تلقيا، لا يسمى ما تقوم به ترقيا إذا لم يكن قلبك قد اشتعل وتوهج لهذا الذي ستتلوه أو سيتلى عليك. وأنا إذن سترى أن الاشتعال يبدأ صغيرا كالفتيل، ويتوهج شيئا فشيئا فشيئا حتى يصبح كل ما في جسمك نور، نور على نور، كما قال الله جل وعلا في آية النور: فلا ترى إلا نورا. هذا المعنى أشير إليه في غير ما سياق، سياقات كثيرة. والله جل وعلا: إذ يلقي القرآن على عبده: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا وإنك لتلقى القرآن. تلقى تعبير ما كاينش في القرآن يعني كلمات مترادفة تحيد واحدة ودير مضعة واحدة، أبدا، كل لفظ إنما تكلم به الله للدلالة على ما في معناه مما يريده الله. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. تلقى أي أن الله يلقي إليك وأنت تتلقى. ما هذا المعنى قلت؟ أشار إليه الله جل وعلا من حيث المعنى الذوقي الوجداني فيما وقع لآدم عليه السلام حينما أخطأ الخطيئة. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي،
ولم نجد له عزبة، وضاقت عليه الأرض والسماوات بما رحبت حينما أنزل وأهبط، قلنا بطو منها جميعا. ماشي بقى سيدنا آدم غير وكان قلبه معلق بالجنة أنه أخرج منها، لا، أعظم من ذلك أنه كان عبدا لله مطيعا على رضا من الله، فشعر بأن الله جل وعلا قد جعله بعيدا منه، حس بالبعد، فأصابه الشوق وأدركه الحنين، يعني توحش يرجع لديك الحالة اللي كان عليها مع ربي سبحانه من الرضا ومن الطاعة والاستقامة ليكون عبدا مطيعا كما كان، ندم على الفعل دياله. صحيح أنه 100% تبقى في الجنة أنه كان وكان وكان وأنزل الأرض أو هبط إليها، فيعني الأرض ما فيها إلا الشقاء، ليتشقى ما فيها إلا الشقاء وتمرة، ففرق كبير ما بين السماء والأرض، ما بين الجنة والحياة الدنيا. ولكن قلت أعظم من ذلك، وهذا الشعور ديال المؤمن الحق، شعور الأنبياء، هو الإنسان من يكون في طاعة الله ويولي والعياذ بالله في معصية الله. ولذلك في الحديث الصحيح، اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. الكور يعني في المثل هو ذاك يعني اللحظة اللي كيلبس الإنسان الرزة، يكورها تكويرة، فهو التكوير أو الكور، والعكس ديالو الحور، يعني كتبدا تحل الرزة. وهذا غير مثال، الإنسان كيعقد الحاجة، يعقد الحاجة ويعاود ينقضها، فكيعقد الإيمان وكينقضه. اللهم إني أعوذ بك من الحول بعد الكور. فكان يستعيذ رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد من هذا، لأنه أعظم خسارة، أعظم خسارة، لأنه يحبط العمل. كتصدق وتحج وتزكي وديرهم كامل خيرات ودير فضيحة للدخلة، كل شيء كيريب يعوذ بالله. الحول بعد الكور أعظم مصيبة يصاب بها الإنسان في دنياه، اللي طبعا كتعطي النتيجة السلبية في أخرى، إلا أن يتوب الله عنا وعنه، جعلنا الله وإياكم توابين. فسيدنا آدم شعر بهذا، هذا الإحساس أحزن آدم وصار حزينا وبقى حايل، لا يعرف التوبة. التوبة مازال ما كايناش، مازال ما كايناش، كيعرفها شنو هي، كيف يصل إليها، وكيشوف غير إبليس، ها هو إبليس، يعني سخر منه واستهزأ به وخدعه، وإبليس راضي بالعصيان وباغي هذيك النتيجة، كي هو ما بغيه. فنزلت عليه التوبة تعليما، تعليم علم ربي التوبة، وذكرها الله جل وعلا في السياق، سياق ديال التعليم، هالعبارة، وهي قوله تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا، اعتراف بأن احنا اللي ظلمنا. والعجيب لم يذكر الشيطان، لأنه يعني الإنسان حينما يتوب ينبغي أن يلوم نفسه باش يدل على العبدية والذلة لله. أما كتقول له ربي أنا ما درتش، راه هذاك اللي دار، إذن باقي فيك الكبر. لا، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. شيء عجيب جدا، يعني إحساس بالذلة بين يدي الله وبالحاجة، بالحاجة، ما عندي فين نمشي، إن لم تغفر لي، إن لم ترحمني، إن لم تتوب علي، أنا الخاسر، إذن أنا المحتاج. يقول بالعامية اللي كتجعل الدرس كيقلب على الكلاب، فأنا الذي أتألم. ولذلك قال جل وعلا: فتلقى، هالعبارة الأخرى السياق الآخر، فتلقى، عبر بالتلقي، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. تلقاها لأنه كان في حاجة إليها، وإنسان لما تلقى يعني تلقاها بعصبه، بدمه، بإحساسه، بجسمه كله، كيقول لك سألقي عليك، تلقى. فإذا باش شي حاجة يعني نزل لك من السماء، شي واحد من شي طبق علوي، طبق الأول الثاني الثالث، غير منك شي حاجة قابلة للانكسار، يعني زاج أو فاكهة أو بطيخة، يلقى، ماشي كورة هذه تحفظ، لا، شي حاجة غتهرس، شي حاجة مهمة وثمينة، وإذا ما لقيتهاش ضاعت منك. فلذلك ستشتغل بعصبك، بيديك، بقلبك، بعين، كل شيء، كل شيء منك سيكون جاهزا للاستقبال، الشوق، الحاجة، هذا التلقي. فتلقى آدم من ربه كلماتي، يالله صبهم، فتاب عليه. فإذا جمعنا بين هذين أن ندرك ما عظمة القرآن،
وأن نتفاعل معه على قدر ما فيه من عظمة بما في قلوبنا من حاجة. ستجدون عند تلاوة الكلمات اليسيرة، ماشي تمن، ماشي حزب، ماشي جزء، الكلمات اليسيرة، ستجدون في حياتكم انقلابا عجيبا عجيبا. وديك ساعة تعرف على سيدنا محمد قال لك إلا قريت المعوذتين تكفيك، قل هو الله، سورة الإخلاص والمعوذتين تكفيك تكفيك تكفيك، حياتك كاملة إعادة وحفظا وحرزا وحماية. فإذا قرأت الله الصمد ارتقيت إلى منزلة الصمدية، يعني الحماية المطلقة، ما بقاش حد يقرب لك، ولكن بالترقي. وستجد للقرآن ذوقه وحلاوته وعظمته، وتدرك تدرك كم هو عظيم عظيم عظيم. لو قرأه الناس لملكوا الدنيا وما فيها بهذا المنهج. القرآن هكذا يقول. ولهذا إذن كان الرحمن علم القرآن، أعظم نعمة تلقاها الإنسان فعلا. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.